ثلاث أشهر على التوالي، ثلاث تصنيفات المركز الأول تصفيات البطولة العالمية، ثلاثة جولدن تيكت ليضمن مقعد في النهائيات للسي ار ام، 16 ألف دولار لكل شهر. إنه محمد لايت يا سادة. سادة ولا حلوة؟ 16 ألف شهر 3، 16 4، 16 5، خلنا نحسبهم 6 و 6 12، 6 18 1300 48,000 بعمر يناهز عن 18 عاما. انا ما بدي اقول لك قديش كان في معك مصاري لان كنت مديون لما كنت عمرك 18 سنه. قديش كان مصروفك لما كان عمرك 18 سنه؟ انا بالنسبه لي كان نص ليره. كنت اشتري بتذكر منقوش 10 قروش، عصير 10 قروش او شيلن، وبسكوت 20 او 10، وبس اروح ضل معي 20 قرش او ربع ليره. ديم صن كان في مشروع بسطه بيض معلم، لما تاكل بتلاقي الامونيا تمشي قاعده بالبسطه. بصراحه البيض زاكي صح؟ انا صراحه بحب البيض كثير، زاكي ومفيد بروتين كل بيض. سالناكم على الانستغرام هل حابين تشوفوني وانا عم بلعب بالتشكيلات اللي لعب فيها محمد لايت، ولا اعلق على مبارياته اللي لعب فيها تشكيلات باخر كل مباراه اللي فاز فيها بتصنيفات. راح نبلش من شهر 3 نرجع ل 4 بعدين نروح ل 5. Let's go Marley Bills. بشهر 3 لآخر مباراة لإله كانت ضد هاسيل، كان عم بلعب محمد لايت تشكيلة للهوغ رايدر فيها مانك بوم تاور ارثكويك، تشكيلة سايكل جدا سريع والأخ كان عم يستخدم فيها للشامبيون اللي هو المانك، وهاسيل كان عم بلعب تشكيلة نوعا ما ممكن تحكي برد سبام فيها الحفار الدريل، فيها ناروتو الماجيك آرشر بيشتغلوا مع اليسار، وكان في معه بطاقة دفاعية جميلة، كان في معه سبلاش يارد سبلاش دامج اللي هو دارك برينس، والدي بي اس العالي الكانون كارت. سايكل كان نوعا ما بطيء ولكن كان بامكانه يدافع عن الهوغ رايدر لانه كان في معه يسار، واذا انه عمل له اوت سايكل بيلعب الدريل بطريقه دفاعيه. خلينا نشوف، انا حاب اشوف لعبه توب لادر. انا صراحه المباريات حاضرهم بتذكر ولكن ناسي المجريات والاحداث كان يعملها. خلينا اليوم نتعلم سويه، انا دائما بعلمكم عشان توصلوا للليفل تبعي. طبعا هذا شيء كثير صعب. فهسه راح نشوف الاشي الاصعب اللي هو انا وياك نوصل لليفل محمد لايت، نشوف كيف هو بيلعب، كيف باخذ القرار تبعه، ونشوف انه هل هذا الاشي راح يعظم من لعبنا، هل راح يخلي لعبنا جميل. خلينا نشوف هو كيف بيحسب الاكسير، كيف بيعد السايكل. طبعا احنا راح نشوف الاشي من خلال لعبه ماشي. وبنفس الوقت في شغلتين ركز فيهم، يعني هذول شغلتين انا حاب اركز فيهم بهذا الفيديو معكم. الشغله الاولى البريدكشنات تبع محمد لايت، والشغلة الثانية الأخطاء اللي عملها هاسيل، أنه هل هاسيل خسر قدام محمد لايت لأنه عمل أغلاط، ولا لأنه محمد لايت عمل بريشينات، ولا لأنه التشكيلة أقوى. المشاهد سويتهم لحد هسه زي ما تشايفين ممكن تأكل أفضلية لمحمد لايت. سينجل إكسير الهوغ رايدر معروف بقوته بالسينجل إكسير لأنه ساكل جدا سريع، الهوغ رايدر بأربع إكسير إجباري يأخذ ضربة، وذنه عملها خصمه كاونتر بوش دفاعه جدا سهل. في عندنا هون دريل دفاعي قدام برج الأميرة جاينت سنوبول على برج الأميرة عشان يضاعف أو يبطئ من ضربتها، واخذ ضربة هوج إجباري خاوة. هاي ضربة خاوات تأخذها حلو من هوج رايدر سينجل إكسير. لحد هسه هاسيل ما عم بلعب صح. محمد لايت غلط، شفت الغلط اللي غلطه بالفاير سبيريت، لأن الفاير سبيريت إذا مسكت البرج هاي عبارة عن فاير بول، فهو عمل أوه لما عيدوا اللقطة. خلينا نشوف. طبعا بما أنه لعب كانون كارت المانت كثير قوي ضد الكانون كارت، اضطر يلعب اعصار هاسيشن رجع الهوغ رايدر، ولكن ما حكي ضربه ضربتين لعب اعصار كانون كارت ولعب الكترو ويزارد، ومحمد لايت لعب المانك اخذ دمج وكمان تشيب دمج وكمان ضربتين هوغ رايدر. فحدث افضليه كثير جميل لهاسيل، وكل ما عم بيلعب الكانون كارت بربرن بر الاسطوري ليش؟ صحيح عشان يرجع المانك ورا الهوغ رايدر وما يعمل لوك على الكانون كارت. هسه راح يعمل خاصيه الكانون كارت، اتوقع هضل في شخطه ممكن يلعب هنا شخطه صح؟ ضل في شخطه، هو دائما ضل في شخطه، فلعب هو ال ايرثكويك عشان يقتله ما يخليه يقرب عليه. هسه بالدفاع محمد لايت ضد الدريل ما عنده دفاع صريح، لعب سكيلتونز بعدين لعب الفاير سبيريت، في مع دفاعات ولكن مش صريحه. يعني لو انه هاسيل لعب اعصار السكيلتونز راحوا والقبضه ياخذ دمج. غلط ثاني من محمد لايت، الماجيك ارشر بعده عايش اخذ ضربتين، في اغلاط متراكمه من محمد لايت ولكن ما حكى. خلينا نشوف هل راح يتفوق ولا لا. لعب البوم تاور طريقه دفاعيه، لعب الفاير سبيريت عشان يلهي ناروتو، ولكن هاسيل اتاخر شويه بال بال بال
بالخاصية مسك البرش تبعه لعب الماجيك آرشر. أنا لما أعلق بتروح المباراة بتفشق عن المباراة، لكن تبعوا معي لعب الماجيك آرشر ولكن عملها بردكشن بالماسكتير. في عنده أغلاط، في عنده بردكشنات، خلينا نشوف. سكيلتونز عشان هذا ما يأخذ ولا أي ضربة مع الفير سبيريت، لعب أنيق، أفضلية لهاسيل. هل هاسيل رح ظل يعمل بردكشناته بالماجيك آرشر؟ أتوقع لا، لأن في عندك هون مانك. لعب هوغرايدر من الجهة اليسار، لعب هاسيل دريل على الجهة القريبة للبوم تاور. هل في هون تشين لناروتو مع الإعصار؟ كما في أي شيء عم بلعب بوم تورات بالنص. الماجيك آرشر غلط فيه لأنه ما مسك البرج بالضربة تبعته. فعنا هون كمان مانك. لا نايس والله نايس يا صار محمد، لخم محمد، لا والله لخمه، والله لخمه، رجعوا لي بالإعصار أويلي على اللعب. بوم تور جدا جميل عشان ما يعمل لوك عليه بناروتو بالماجيك آرشر، وأنا عم مش بلحق على الجهتين، عشان هيك خليني أنا ساكت شوي هيك، بديش أتحمس كثير ونشوف هون شو كيف اللعب. والله هسيا عم بلعب لعب جميل محمد، لازم كثير غلط. الهوج عم بلعبه كدفاع، عم بخرب هجمته بنفس الوقت عم بخليه يطلع يلعب دفاع اقباله. في عنا هون كمان حركة، في عنا هون خاصية عشان الماجيك آرشر ما استفاد من الخاصية محمد لايت. في عنا هون اعصار، في عنا اي شيء ثاني. او ماي جاد مان، ستة وثلاثين والله ديم. هاي اول 16000 عدوا معي بس هاي اول عدوا معي. شهر 4 محمد لايت لعب ضد بندورا. محمد لايت لعب برضه طبعا، هن بلشوا اللعبه من نصها حلو. محمد لايت لعب بالدقيقه، لا هاي التشكيله مش عندي. اخر مباراه لعب فيها محمد لايت ضد بندورا وفاز عليها وتاهل فيها للشهر الثاني وربح كمان 16000 دولار. ما راح احطها لانه بندورا بعر اول اللعبه خسر على السريع. فراح نشوف المباراة الأولى يلي لعبوا فيها بالتصفية. طبعا هنا نظام اللعب دول 3، بلعبوا ثلاث تشكيلات، ممنوع تعيد البطاقة تشكيل من تشكيلات. يعني انت هون لعبت الفينيكس بهاي التشكيلة، المباراة اللي بعديها ممنوع تلعبه حلو. فخلينا نشوف. بندور عم بلعب هوغ رايدر ايرث كويك، واغلب فيه ظل معه اخر بطاقة اللي هي البوم تاور. ومحمد عم بلعب ماينر كنترول، في معه اعصار عشان يلعب مع ناروتو، في معه بويزن حلو. خلينا نشوف كيف هو راح يلعب محمد لايت قدام بندورا وسيزر مش وقتك. طيب استخدم الاعصار عشان يقرب الماسكتير على الهوغ رايدر. برج الملك مفعل، ما في داعي يسحب برج الملك. طبعا في واحد بيسالني ذيك المره هيمو انا منزل شورت كيف تفعل برج الملك، وتفعيل برج الملك جدا جميل خاص نص قدام تشكيله السايكل وقدام تشكيله الجريفيارد. اذا تفعل برج الملك قدام الجريفيارد اقرا على نفسك السلام، جريفيارد صعب تلعبها في برجين ماسكين برجك الجريفيا تبعتك. فلقيت واحد المعلم هذا علام الزمان اوكي، يعني هون الواحد بحاول يعني انه يعطيك نصائح، هذا ميؤوس منه بقول لك شو الفايده تعب حياتك تعب برج الملك. لا اله الا الله، بدنا نعلم فيكم كلش تتعلم. اوكي خلينا ننتبه باللعب نشوف كيف التوب ادر عم بيلعبوا. حلو ماينر مع بويزون، لعب الماينر على البرج ما لعب الماسكتير، لان البويزون راح يتكفل بالماسكتير لحالها وراح تظلها جوا البويزون اذا مسكت الماينر وراح تموت. تشيب دمج على البرج من الماينر وفي البويزون. سيزر مش وقتك والله يا سيزر. يا اخوان سيزر حابب يحبكم اهلا وسهلا. شو مالك؟ طيب سيزر انت لانه هن بدهم يتعلموا انا اعلمك كيف تلعب. هسه هون محمد لايت الافضليه له، ليش؟ في معه بويزون حلو بيعمل تشيب دمج، مع انه الارث كويك باخذ دمج ولكن البويزن بقتل البطاقات الموجوده مثل ايرثكويك يعني يستهدف البيلدينجز بس. حلو هاي اول شغله. ثاني شغله على فكره ثاني شغله الماينر دائما بوصل لانه بندورا ما في معه اعصار يسحب الماينر، مع انه في معه الاي سبيريت ممكن يلعبها على الماينر يعرف وين مكانه بتجمده بعدين بيلعب فوقيها الجوبلينز. ولكن اكيد لان محمد لايت يعني عم بيستفزه بالبطاقات الثانيه فما عم بيخلي له السبيريت والجوبلينز مع الماينر مع السايكل نفس السايكل. شوفوا نفس اللعب، ماينر قرب من الماسكتير عشان الماسكتير تموت جوا البويزون لانها تمسك الماينر، وماينر كمان تشوف دمج على البرج. سبير جوبلينز عم شوفوا كيف عم لان هو تشكيلته تشيب دمج ماينر كنترول تشيب ورا تشيب عشان يروح البرج، مش بس هجم واحد ياخذ البرج. شوفوا هنا شوف اللعب
ما لعب له البومتور لانه عارف راح يعطيه اعصار يعطيه ارتكويك. لما تكون انت حافظ السايكل حلو راح تتنبأ شو ممكن يعمل خصمك. لما تكون كمان عارف اكسيرو. شوفوا هنا شوفوا هنا فائدة تفعيل برج الملك. بندورا لعب الهوج ولعب الارتكويك حلو. محمد دايت بس لعب البومتور. ليش؟ انا برج الملك تبعه فاعل. يكفيك معلومات لهي الفترة لان انت مخك صغير. خلينا نكمل معلوماتنا مع المتابعين. برج الملك لازم يتفاعل بهاي المراحل. هسا الافضلية زي ما انا شايف، طبعا انا مش كثير مركز باللعب لان الافضلية مبينة لمحمد لايت. اوه غلط ولا ينق اول ما نقينا عليه على السريع. يا رب مليون ليرة. طيب شايفين هنا لعب الجوبلينز اخطا فيهم. لو انه لعب الايس سبيريت قبل الجوبلينز عرف وين الهوغرايدر، عرف وين مكان الماينر، جمده بعدين لعب فوق الجوبلينز. بس محمد لايت لعب لعب جدا جميل. على فكرة شوف علي افضلية ساحقة لمحمد لايت بهاي التشكيلة، افضلية خارقة. الماينر دائما بوصل، ما معي شيء شتيته. الهوغرايدر مستحيل يوصل لانه محمد لايت كان في معه اعصار، كان في كمان معه بوم تاور. سايكلو الاثنين سريعين. البويزن جدا فاد محمد لايت لانه كل بطاقة بتموت من البويزن تاعت بندورا. فدي جي والبليد هاي كمان 16000. انت بس عدوا معي 32000 بخمس دقائق. اخر مباراة اللي هو هاي امبارح لشهر 5 لعب محمد لايت ضد بيدرو. طبعا اللي بفوز الاول بضمن التيكت الذهبي عشان يتأهل لنهايات كلاش رويال سي ار ال. التشكيلة اللي لعب فيها محمد لايت بهاي المباراة تشكيلة جديدة وجدا مقرفة. بلعب فيها جريف يارد ولكن المقرف فيها الجوبلين هات اللي هسه راح تشوفه. راح نشوف كيف كيف بيدرو هذا لاعب جديد. في بيدرو كان زمان برازيلي ولكن هذا جديد نازل على الساحة. راح نشوف كيف راح يهندل، كيف راح يلعب قدام الجوبلين هات. طبعا في معاه اربع بطاقات محمد لايت اللي هم سكيتشن كينج، الجوبلين هات، الراسكلز والجريف يارد. اربع بطاقات يعمل فيهم طعم لسبلات بيدرو، وبيدرو معاه بس اسهم بتشكيله عم بلعب فيها. تقريبا نوعا ما شبيهة لتشكيلتي اللي هي اللوك بيت او الزاب بيت، ولكن حط فيها ماينر ارشرز. يا هذول هن ماينر وارشرز. انا بلعب فيها فيربول وبلعب فيها بالاسهم. خلينا نشوف هون محمد لايت، او انا لحد هسه شايف افضليه لمحمد لايت لانه بيدرو معاه الا اسهم، ومحمد لايت في معاه بويزون وفي معاه ذا لوك. شوفوا التحشايه اللي حشاها سونا محمد لايت. ليش عمل هاي التحشايه؟ لانه محمد لايت عاد سايكل بيدرو، عشان هيك تعرف السايكل جدا مهم. عارف انه الاسهم طالعه من ايده فحش هاي التحشايه، لو انه الاسهم بايده ما عمل هذا الحكي. حلو. بيدرو دفاع كان صراحه جدا جميل، حاول انه ينقذ الكرنون كارت ما تخليها تموت ولكن ماتت. مورتر وياخذ ضربتين اذا ترك على الفينيكس. اربع اكسير الفينيكس كمان اربع اكسير، ولكن هاي افضلية اكستشينج لبيدرو لانه اخذ ضربتين على البرج. فانتوا دائما احسبوها زي هيك، قاعدين طلعوا اكسيرهم دائما متقارب اكسيرهم من بعض. هذول ما بيلعبوا هيك عبث تحشاي والله خبص تخبيص. تعلموا من اللعب هنا. شوفوا علي خمس اكسير لعب هنت الجوبلين هات، لعب عليهم ارشرز ثلاث اكسير وراحوا. يعني بيدرو راح تكون معضله انه يدافع عن الجوبلين هات. بس في معاه كانونكا فلاينج ماشين. خلينا نشوف بيدرو ما لعب اعصار اسهم قصدي على الجهه اليسار لان طلعوا الجهه اليمين اجنان. شوفوا بيدرو لعيب مش انه منوب. محمد لايت حاول يعمل له بيت، لعب له الراسكل جهه يسار قدام الفلانج ماشين عشان يضرب عليهم الاسهم عشان ضل الفلانج ماشين عايشه، ولكن بيدرو ما وقع بالبيت تبعه. عشان هيك قدام تشكيلات البيت حاول استغل اكبر قدر من الفاليو بالسبيل تبعك. شوفوا محمد ايش قاعد بيساوي، كل ما يلعب فلانج ماشين بويزن عليها ما عم يخليها تعيش. الماينر ما قدر يستفيد منه بيدرو لانه هجمته راحت بالبويزن. كان بامكانه يفعل خاصيه السكيتون كينج ولكن ما فعلها لانه في بويزن على الارض. شايفين كيف اللعب؟ الاثنين لعيبه، لا نقلل من قدري او من شاني احد، ولكن معلم لعب على اللعب بفرق. يعني انا مثلا لو اشوف لورد الا لورد اكس لو اشوفه معلم بلعب بنغص. شوفوا نفس البويزن، كل ما يلعب فلانج ماشين البويزن عليه، الاثنين سايكلهم متقارب فما بيقدر يعمل له اوت سايكل للبويزن تبعه. حلو، ما بيقدر انه يلعب البويزن بدل يلعب الكنون الفلانج ماشين والبويزن ما يكون مع محمد لايت، دائما بايده قدام الفلانج ماشين. خلينا نشوف بالله اسهم استباقيات
هاي الحركة ليش بيعملوها الأغلب؟ عشان يرجح لها إيده بسرعة. لعبها أول إشي عشان ترجع لإيده. أول إشي شوفوا فلاينج ماشين بويزن أرشرز بربلن برل. خلينا نشوف ما حكى أضيه لبيدرو. طلعوا على أنت على برج محمد لايت الجهة اليمين. طيب أسهم على السريع لعب سكوتن أرمي من الجهتين عشان يدافع عن المورتر. وما حكى محمد لايت حدث ساعة عم يشتت بالمورتر. لعب كمان سكوتن كينج كمان قدامه سكوتن كينج. جوبلين هات لازم يدافع عنه. هالجوبلين هات ما بيقدر يطنشه. لعب بويزن لأنه هو عارف راح يضطر. شايفين اللعب هسه. بس هون محمد لايت لعب الإعصار البويزن على الكانون كارت. لعب الفلانج ماشين. هل راح يستغل انه البويزن طلع من ايده؟ هل راح يقدر يستغل؟ بربرن برل نظف له الهجمه. جوبلينز اسهم معلم مشكوك بامرهم لانه الجوبلينز بعدهم عايشات. خاصيه سكيتون ارمي عشان يحمل ارشرز. لعب في اسهم راسكلز اسفي مع الاسهم هو ما لعبهم. تكمل هجمه 24 ثانيه. جريفيارد لعبها على اخر 24 ثانيه. لعبوا الماينر والاسهم على الدفاع مش بالهجوم. بويزن محط له الهجمه. جي جي جنان جنان. طلع وجه بيدرو بده يعيط. انت يمكن ما تشوفوه عشان الايديت. راح احط بس وجه محمد لايت. طلع مبسوط جنان. هيك 15000 10 دقائق واحنا بنقول نشتغل ليل نهار معلم عشان 400 ليره. تفضل. المباراه الاخيره شفناها قدامكم. محمد لايت كان له افضليه ساحقه بالتشكيله تبعته. بيدرو نوعا ما غلط ولكن برضه انت ما تحكي انه والله كونتره لا ما كونترهوش. الشباب بهاي المرحله ما بكونوا يلعبوا هيك هبد. حلو شاف شو لعب تشكيلات صح. بيجي هو بيحكي اوكي هاي البطاقه طلعت من ايده هاي طلعت من ايده هاي طلعت من ايده فممكن يلعب هيك فانا بكونتره بهاي التشكيله. جنان اللعب تعلم جنان.